على الرغم من أن استقالة حكومة عادل عبد المهدي لا تشكل سوى غيظ من فيض مطالب المتظاهرين المنتفضين في الساحات والشوارع، إلا أن هذا الرجل الطاعن في السن أبت عيونه التي شهدت إسقاط منتفضي العراق حكومة الأحزاب الفاسدة إلا أن تذرف دموعا سخية. المتظاهرون الثابتون في الساحات بالرغم من القمع الحكومي الذي تجاوز كل الحدود، وفور سماعهم الأنباء عن نية عادل عبد المهدي الاستقالة من الحكومة، لم يستطيعوا إخفاء فرحتهم بالنصر رغم صغره بالنسبة لطموحاتهم التي انتفضوا وهدرت دماؤهم على أرض العراق من أجلها. ووجد هؤلاء في هذه الأنباء فرصة لتجديد تأكيدهم على مطالبهم التي يرون في تحقيقها السبيل الوحيد لخلاص العراق من الطغمة الفاسدة ذات التبعية الإيرانية التي سيطرت عليه منذ عام 2003. استقالة عبد المهدي ما راح تحل شيء ولا تغير لنا الوضع. احنا سبق وقلنا ايش نريد، استقالة الحكومة، حل البرلمان، تشكيل حكومة مؤقتة، انتخابات مؤقتة ونظيفة، ومحاسبة القتلة، ومحاسبة عادل عبد المهدي، ومحاسبة الأحزاب بالدرجة الأولى، الأحزاب التي قتلت الشعب العراقي الموالية لإيران. الحكومة في بغداد ومنذ اليوم الأول لثورة تشرين مارست سياسة الأبر المخدرة، فبداية كانت قرارات حكومية خدمية خادعة لم تحظى سوى بمزيد من سخط المتظاهرين، واعتبروها استهزاء بمطالبهم التي يعتبر إسقاط النظام أول خطواتها، وزاد طين بلة أن أي منها لم ينفذ. ثم كانت الكثير من القرارات البرلمانية التي تخطت حدود المعقول وكذلك لم تلامس مطالب المتظاهرين، ثم راهنت حكومة عبد المهدي على وهن يصيب المتظاهرين ولم تفلح، فكان السلاح طريقها الأخيرة الذي لم يبالي به المنتفضون. إن قتل المتظاهرين هاي يعتبر جريمة يعاقب عليه، وإن من أعطى الأوامر بالقتل فهو القائد العام للقوات المسلحة، وهذا لا يعفيه، إذا استقال لا يعفيه. واليوم تعمل أقطاب العملية السياسية التي يطالب المتظاهرون باقتلاعها من جذورها على إعادة تدوير العملية السياسية التي يقودها نظام تخطى أعلى حدود الفساد، لكن المتظاهرين يؤكدون أنهم واعون للبديل الذي يراد تشكيله، بديل يقول المتظاهرون إن لا شيء سيحميه من غضبهم المحمود.